مظبوط. كابتن اسامه، النادي طالع الجيش عنده طموح طبعا بقياده مدربه الكابتن طارق العشري ان هو ياخد البطوله، والنادي الاهلي عايز يضيف ارقام قياسيه جديده ويواصل الانتصارات وحصد البطولات. قد تبدو هنا الدوافع عند الفرقتين واحده، ولا نادي طالع الجيش لو خسر ولا حاجه هيقول لك انا مش خسران حاجه، ولكن النادي الاهلي هو اللي لو خسر هيقول لك لا انا خسرت بطوله. مظبوط. بدايه زي ما الكباتن قالوا شريف وعلاء، انه مبروك لطلاع الجيش انه وصل نهائي، حاجه كويسه بالنسبه له، وخرج الزمالك وقبليه بيراميدز اللي هم اهم فرقتين بعد النادي الاهلي الموسمين اللي فاتوا. وطبعا برضو النادي الاهلي وصوله للنهائي بعد احرازه البطوله الافريقيه والدوري العام، الدوافع كبيره عند الفرقتين زي ما انت قلت. ولكن مهما كانت الدوافع عند فرقة طلائع الجيش أقل من الدوافع اللي عند النادي الأهلي. صحيح. والضغوط اللي عليهم أقل كتير قوي من الضغوط اللي على النادي الأهلي. تملي لما أنا أكون فرقة صغيرة وبلاعب فرقة كبيرة، مفيش ضغط عليا عصبي زي الفرقة الكبيرة. زي ما أنت قلت، الجيش أو الكابتن طارق العشري لو خسر من النادي الأهلي ده الطبيعي والمتوقع بالنسبة ل 95% من جماهير كره القدم، مش جماهير النادي الاهلي بس. أيوة. جماهير كل الانديه الاخرى، جماهير زمالك، اسماعيلي، مصري، كله النهارده متوقع ان بنسبه 95% النادي الاهلي هو اللي كسبان. فمهما كانت الدوافع عند لعيبه الجيش، لكن الضغوط العصبيه عليهم والضغوط العصبيه على الجهاز الفني اقل كتير قوي من فرقه النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده فرصه ذهبيه ما بتتكررش كتير، يعني احنا كلنا في تاريخنا خدنا جمعنا بين الدوري والكاس وبطوله افريقيا، بس هتحسبها على عدد سنوات عمرنا كلنا اللي لعبنا فيهم هتلاقيها ممكن حصلت مرتين او ثلاثه. صح. يعني كل واحد فينا واخد له 10 دوري ومش عارف 7 كاس، يعني كل واحد فينا لاعب 10 و12 و15 سنه في النادي الاهلي. مظبوط. هتلاقي كده، يعني التجميعه بتاعه الثلاث بطولات مع بعض مهمه جدا. أي. فدي فرصه ذهبيه عند لعيبه النادي الاهلي، وانا اكيد ده وصل لهم، سواء من سيد عبد الحفيظ، سواء من سامي قمصان، قبل حتى مستر موسيماني. يعني مستر موسيماني طبعا راجل واخد البطوله الافريقيه دي، اكبر بطوله كنا بنحلم بيها، لكن ال كم البطولات الغير طبيعي ممكن يكون المصريين اللي هو زي سيد او سامي حاسين بيه، فاكيد هيحفزوا اللعيبه جدا انه لازم يحصلوا على البطوله الثالثه الكبيره. وبعد كده كمان عندك فرصة أخرى إنك تلعب مع طلائع الجيش تاني سوبر. مزبوط. ومع نهضة بركان. نهضة بركان سوبر، يعني ممكن تحصل على 5 بطولات في موسم واحد. دي ما حصلتش قبل كده متهيألي، ممكن يعني ممكن يقولوا لنا في الإربيز لو قدرت أنت تكلمه، متهيألي ممكن تكون حصلت مرة ولا حاجة.